شهادة حق الإنسان يجب أن يقولها في وقت مناسب وأمام الجميع. مدينة العرائش عرفت الحقيقة خير عدد كبير من الجمعية ضمن هذا البرنامج ديال الاتحاد الأوروبي، ما يناهز أعتقد 10 جمعيات في مدينة العرائش، وأعتقد البرنامج ديال جمعية القصبة كان واحد من أنجح البرامج على مستوى الإنجاز، على مستوى التنظيم، على مستوى النتائج. وهذا الشيء ماشي اعتباطي، وإنما أعتقد كفاءات اللي تتوفر عليها جمعية القصبة والفاعلين المدنيين والأكاديميين اللي كينخرطوا في البرامج ديالهم، يمكن هذا البرنامج إلا أن يكون ناجحا. طبعا مؤسسة جمعية القصبة هي رائدة العمل الثقافي في المدينة العتيقة، هي واحدة من الجمعيات التي راكمت خبرة علمية، راكمت نتائج، راكمت عمل ملموس، ولكن ما يحسب لها طبعا هو النفس التشاركي ديال جمعية القصبة من خلال البرامج ديالها مع الساكنة المدينة العتيقة، خصوصا استهداف ديالها المستمر من الناشئة للأطفال في المدارس، الأطفال في المدينة العتيقة، يجعل الحقيقة من الجمعية نموذجا يشاغب مدينة العرائش ويشاغب جماعة العرائش. خيرات جماعة العرائش إمكانياتها البسيطة والمتواضعة ضمن عدد من المشاريع اللي مول الاتحاد الأوروبي كانت سابقة في المغرب، سابقة اللي من المؤكد الجمعيات اللي انخرطوا في نطاق التعاون بين جماعة العرائش وجمعية الحاملة المشاريع ديال الاتحاد الأوروبي سيكون لها ما بعدها، باعتبار جماعة العرائش هي الجماعة الوحيدة اللي فعلت هذا البند ديال التعاون مع هذه الجمعيات النشيطة في تراب جماعة العرائش. لما نتحدث على سياسة عمومية دائما الإنسان يبقى محتار، كيف تبدأ السياسة العمومية اللي موجهة للشباب، كيف تبدأ السياسة العمومية اللي موجهة للناشئة، كيف تبدأ السياسة العمومية موجهة للإنسان بالخصوص. الجماعات عموما دائما المغرب عموما تحمل العلم الهم ديال البنية التحتية، يعني دائما كتحمل الهم بالمشاريع ديال الطريق ديال الدار، وكتناسى وكتغفل بأن أهم البرامج اللي خصها توجه لها الجماعات المحلية في المغرب هي الجماعات اللي تقوي مشاركة المواطنين، واللي مؤكد بأن مشاركة المواطنين والمواطنات في التغيير بشكل عام، والحرص على الجماعات تكون عندها واحد السياسات عمومية واضحة مبسطة موجهة للجميع ومشاركة مع الجميع. أولا من المؤكد بأن الكلفة البرامج ستكون أقل بقليل، لأن المشاريع اللي كيتمش فيها الإنسان الساكنة في الأحياء أو المواطنين والمواطنات على العموم هي المشاريع اللي كتكون مشاريع ناجحة، هي المشاريع اللي تقدر تضمن لها الاستمرارية، هي المشاريع اللي كتعود نفع وكتقرب. صحيح الجامعات ما كتقدرش تجاوب على جميع الأسئلة وجميع الحاجيات اللي عند المواطنين والمواطنات، ولكن الإنسان في التجارب المقبلة أعتقد بأن القدرة للاستماع ديال الجامعات يجب أن ترتفع، ليبقاش دائما هذاك المشاكل المادية أو التحجج بقلة الإمكانيات يقف بين السياسة العمومية اللي خصها تتميز أولا وأخيرا بالفعالية، لأن الكل يشتكي من قلة الفعالية ديال المنظومة الانتخابية في البلاد، ولو بغينا نقولوا أو لو بغينا نحاولوا جميع تكون عندنا مؤسسات منتخبة ناجعة وفعالة، ما كاينش حل من غير تقوية الآلية ديال المشاركة الديمقراطية، تقوية الآلية ديال المشاركة المواطنة، إعطائها نفس آخر. أتمنى كنظن بأن المغرب قطع تقريبا دابا جوج تجارب هاد النفس المشاركة المواطنة، المرحلة المقبلة يجب أن تتميز بجرأة أكثر ديال المشاريع باش يعطيها الآليات التشاركية، لا لجنة لا اللجان اللي كاين في القانون، يعني لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، أو اللجان اللي يمكن
حتى كل مجلس بلدي، مجلس بلدية العرائش عند اجتهادات جيدة، أعتقد أن ربما النتائج ديالها ما نقدروا نختلفوا في التقييم ديالها بين النجاح ديالها، يمكن يكون نجاح كبير أو عدم نجاح كبير، يعني يمكن الاختلاف يكون في التقييم ديال التجربة التشاركية عموما جماعة العرائش، ولكن أعتقد حتى المشاريع خصو يعطي نفس كبير لهذ الآليات باعتبارها آليات حقيقية ديال المساهمة في تدبير الشأن العام. الناس وعموما المواطنين والمواطنات أصبحوا يفرقوا يعني هذه آليات المشاركة المواطنة وهذاك اللوس اللي كان في البداية ديال التجربة مابقاش، يعني الناس ولات كتعرف حدود المشاركة المواطنة، يعني كتعرف الاختصاص لمن يسند، كتعرف الاختصاص المجالس المنتخبة شنو هو، كتعرف الاختصاص ديال آلية المشاركة المواطنة شنو هي. ولكن أعتقد بأن المشاركة بشكل عام يجب أن يتخذ واحد النوع ديال الجرأة، يجب أن يتخذ واحد النوع ديال القرارات، يجب أن تصدر مراسيم لتصاحب ولتكافئ الجماعات التي تنخرط بهذه المنظومة التشاركية. لا يعقل في الجماعات اللي تعمل مجهود في النفس التشاركي ما عندها حتى شي امتياز بالمقارنة مع جماعات اللي لا تهتم بالنفس التشاركي ومشاركة المواطنين. المغرب ما قبل كورونا ما يكونش بالتأكيد هو المغرب ما بعد كورونا، لأن تقريبا دابا راح سنة ونصف من عمر الوباء، حقائق كثيرة ظهرت في المغرب، تم رفع السيطرة على واحد الفيلم لو تقول ربما كان مخبى، لهذا انخراط ديال المجتمع في بناء مستقبل ديال الأجيال الجديدة هو مابقاش خيار أو طرف فكري أو مزايدة انتخابية أو سياسية، وإنما هو أصبح واقع كيفرض على نفسه الإنسان والسكان في مستقبل الأجيال. البرنامج اللي كان عند جمعية القصبة برنامج إيكولوجي المغرب طبعا تحت قيادة جلالة الملك الخلطة واحد المنظومة قوية من خلال المؤتمر ديال القرقري اللي كان عقد في مراكش، من خلال تجارب كبيرة ديال الطاقات المتجددة لا في الشمال ولا في الجنوب ديال المملكة، انخراط ديال المدن ديال الأحياء في تربية بيئية وخصوصا موجهة للأطفال، موجهة للمدارس، موجهة للناشئة. أعتقد بأنها يجب أن لا تقتصر على حي أو جوج الأحياء أو بعض الجمعيات، وإنما يجب أن أعتقد بأن المنظومة التربوية بشكل كلي يجب أن تنخرط في بناء واحد الجيل اللي يكون عنده واحد الحس بيئي مرتفع، لواحد الجيل اللي بالنسبة له البيئة ماشي صرف فكري وإنما هي استمرار الحياة، هي استمرار واحد المقدورات اللي الحمد لله بلدنا تتوفر عليها، واحد مجموعة البلدان أصبحت تعيش الندرة. يعني هذا التدبير ديال الموارد الطبيعية ديال بلادنا والتعامل بواحد الحس بيئي وواحد النفس إيكولوجي مع جميع الأشياء اللي كنعيشوها يوميا يجب أن يتحول كما قلت من طرف من لغة تقول من نقاش نخبوي نقاش مجتمعي يشارك فيه الجميع. شكرا للإخوة والأخوات من جمعية القصبة على نجاح المشروع ديالو، بين هناء صديقي الشكيب الدكتور مصعب جميع الأصدقاء، الحاجة طبعا هي دائما حاضرة وكتعطينا البركة الله يرحم من غادر من أصدقاء جمعية القصبة، لأنه بصمة هي بصمة تراكمية فيها أجيال كثيرة. شكرا على الاستضافة ونتمنى لكم مزيدا من التألق ومزيدا من التوفيق. شكرا لكم سيدي المحترم. وبالفعل فجماعة عرائش رغم كل الإكراهات التي يطرحها تدبير المرتق العمومي تبقى من بين الجماعات بالمغرب التي تبنت المقاربة التشاركية في تعاطيها في الشأن العام واشتغالها الدائم على ميزة جماعة مواطنة. منذ انطلاق مشروع إيكو شباب كان المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بالعرائش من بين الجهات التي لبت دعوة جمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي للمدينة العتيقة قصد الانخراط فيه والمساهمة في إنجاح تدخلاته، وقد جند هذا الغرض خيرة شبابه من المتطوعين الذين ساهموا بالفعل في خلق الدينامية المطلوبة في أوساط جسم المشروع. نبقى الآن مع كلمة المكتب الإقليمي للهلال الأحمر المغربي بالعرائش يلقيها الأستاذ هشام بنون. السلام عليكم، مساء سعيد. أنا جيت مسرور
لأننا نتواجد معكم كشباب وفقر الهلال الأحمر المغربي بالعرائش الذي واكب في إطار انخراطه الجد والمسؤول في تنزيل مشروع مشاركة مواطنة لحامله جمعية القصبة للنهوض بالتراث الثقافي في المدينة العتيقة بالعرائش. 10 جمعيات في مدينة العرائش، وأعتقد برنامج ديال جمعية القصبة كان واحد من أنجح البرامج على مستوى الإنجاز، على مستوى التنظيم، على مستوى النتائج. وهذا الشيء ماشي اعتباطي، وإنما أعتقد كفاءات اللي تتوفر عليها جمعية القصبة والفاعلين المدنيين والأكاديميين اللي كينخرطوا في البرامج ديالهم، يمكن هذا البرنامج إلا أن يكون ناجحا. طبعا مؤسسة جمعية القصبة هي رائدة العمل الثقافي في المدينة العتيقة، هي واحدة من الجمعيات التي راكمت خبرة علمية، راكمت نتائج، راكمت عمل ملموس، ولكن ما يحسب لها طبعا هو النفس التشاركي ديال جمعية القصبة من خلال البرامج ديالها مع الساكنة المدينة العتيقة، خصوصا الاستهداف ديالها المستمر من الناشئة للأطفال في المدارس، الأطفال في المدينة العتيقة، يجعل في الحقيقة الجمعية نموذجا يشارك مدينة العرائش ويشارك جماعة العرائش. خيرات جماعة العرائش إمكانياتها البسيطة والمتواضعة ضمن عدد من المشاريع اللي مولد الاتحاد الأوروبي كانت سابقة في المغرب، سابقة اللي من المؤكد الجمعيات اللي انخرطوا في نطاق التعاون بين جماعة العرائش وجمعيات الحاملة للمشاريع ديال الاتحاد الأوروبي سيكون لها ما بعدها، اعتبار جماعة العرائش هي الجماعة الوحيدة اللي فعلت هذا البند ديال التعاون مع هذه الجمعيات النشيطة في تراب جماعة العرائش. لما نتحدث على سياسات عمومية دائما الإنسان يبقى محتار، كيف ندبر السياسات العمومية اللي موجهة للشباب، كيف ندبر السياسات العمومية اللي موجهة للناشئة، كيف ندبر السياسات العمومية موجهة للإنسان بالخصوص. جماعات عموما دائما المغرب عموما تحمل العلم بالهم ديال البنية التحتية، يعني دائما كتحمل الهم بالمشاريع ديال الطريق ديال الضوء، وكتناسى وكتغفل بأن أهم البرامج اللي خصها توجه لها الجماعات المحلية في المغرب هي الجماعات اللي تقوي مشاركة المواطنين، واللي مؤكد بأن مشاركة المواطنين والمواطنات في التدريب بشكل عام، والحرص على الجماعات تكون عندها واحد السياسات عمومية واضحة مبسطة موجهة للجميع ومشاركة مع الجميع. أولا من المؤكد بأن الكلفة البرامج ستكون أقل بقليل، لأن المشاريع اللي يتمشى بها الإنسان الساكنة الأحياء أو المواطنين والمواطنات على العموم هي المشاريع اللي كتكون مشاريع ناجحة، هي المشاريع اللي تقدر تضمن لها الاستمرارية، هي المشاريع اللي كتعود نفع وكتقرب. صحيح الجامعات ما كتقدرش تجاوب على جميع الأسئلة وجميع الحاجيات اللي عند المواطنين والمواطنات، ولكن الإنسان في التجارب المقبلة أعتقد بأن القدرة الاستماع ديال الجامعات يجب أن ترتفع، ليبقاش دائما هذاك المشاكل المادية أو التحجج بقلة الإمكانيات يقف بين السياسات العمومية اللي خصها تميز أولا وأخيرا بالفعالية، لأن الكل يشتكي من قلة الفعالية ديال المنظومة الانتخابية في البلاد، ولغينا نقولوا أو لغينا نحاولوا جميع تكون عندنا مؤسسات منتخبة ناجعة وفعالة، ما كاينش حل من غير تقوية الآلية ديال المشاركة الديمقراطية، تقوية الآلية ديال المشاركة المواطنة، إعطائها نفس آخر. أتمنى كنظن بأن المغرب قطع تقريبا دابا جوج تجارب بهذا النفس المشاركة المواطنة، المرحلة المقبلة يجب أن تتميز بجرأة أكثر ديال المشاركة باش يعطيها من الآليات التشاركية، لا لجنة لا اللجان اللي كاين في القانون، يعني لجنة
مساواة وزكاة الفرص أو اللجان اللي يمكن حتى كل مجلس بلدي مجلس بلدي العرائش عنده اجتهادات جيدة. أعتقد أن ربما النتائج ديالها ما نقدروا نكتبوا في التقييم ديالها بين النجاح ديالها يمكن يكون نجاح كبير أو عدم النجاح الكبير. يعني يمكن الاختلاف يكون في التقييم ديال التجربة التشاركية عموما جماعة العرائش، ولكن أعتقد حتى المشاريع خصو يعطي نفس كبير لهذ الآليات باعتبارها آليات حقيقية ديال المساهمة في تدبير الشأن العام. الناس وعموما المواطنين والمواطنات أصبحوا كيفرقوا يعني هاد آليات المشاركة المواطنة وهذاك اللوس اللي كان في البداية ديال التجربة مبقاش. يعني الناس ولات كتعرف حدود المشاركة المواطنة، يعني كتعرف الاختصاص لمن يسند، كتعرف الاختصاص المجالس المنتخبة شنو هو، كتعرف الاختصاص ديال آليات المشاركة المواطنة شنو هي. ولكن أعتقد بأن المشارع بشكل عام يجب أن يتخذ واحد النوع ديال الجرأة، يجب أن يتخذ واحد النوع ديال القرارات، يجب أن تطور مراسيم لتصاحب ولتكافئ الجماعات التي تنقرض بهذه المنظومة التشاركية. لا يعقل أي جماعة اللي تعمل مجهود في النفس التشاركي ما عندها حتى شي امتياز بالمقارنة مع جماعات اللي لا تهتم بالنفس التشاركي ومشاركة المواطنين. المغرب ما قبل كورونا ما يكونش بالتأكيد هو المغرب ما بعد كورونا، لأن تقريبا دابا راح سنة ونصف من عمر الوباء. حقائق كثيرة ظهرت في المغرب، تم رفع السيطرة على واحد الفيلم لو تقول اللي ربما كان مخبى، لهذا انخراط ديال المجتمع في بناء مستقبل ديال الأجيال الجديدة هو مابقاش خيار أو طرف فكري أو مزايدة انتخابية أو سياسية، وإنما هو أصبح واقع كيفرض على نفسه الإنسان والسكان في مستقبل الأجيال. البرنامج اللي كان عند جمعية القصبة برنامج إيكولوجي المغرب طبعا تحت قيادة جلالة الملك انخرط واحد المنظومة قوية من خلال المؤتمر ديال القرقري اللي كان عقد في مراكش، من خلال تجارب كبيرة ديال الطاقات المتجددة لا في الشمال ولا في الجنوب ديال المملكة، انخراط ديال المدن ديال الأحياء في تربية بيئية وخصوصا موجهة للأطفال وموجهة للمدارس وموجهة للناشئة. أعتقد بأنها يجب أن لا تقتصر على حي أو جوج الأحياء أو بعض الجمعيات، وإنما يجب أن أعتقد بأن المنظومة التربوية بشكل كلي يجب أن تنخرط في بناء واحد الجيل اللي يكون عنده واحد الحس بيئي مرتفع، لواحد الجيل اللي بالنسبة له البيئة ماشي صرف فكري وإنما هي استمرار الحياة، هي استمرار واحد المقدورات اللي الحمد لله بلدنا تتوفر عليها، واحد مجموعة البلدان أصبحت تعيش الندرة. يعني هاد التدبير ديال الموارد الطبيعية ديال بلادنا والتعامل بواحد الحس بيئي بواحد النفس إيكولوجي مع جميع الأشياء اللي كنعيشوها يوميا يجب أن يتحول كما قلت من طار من لبغيتي تقول من نقاش نخبوي نقاش مجتمعي يشارك فيه الجميع. شكرا للإخوة والأخوات في جمعية القصبة على نجاح المشروع ديالهم، بينها صديق الشكيب الدكتور مصعب جميع الأصدقاء.